حلو كل واحد على دوره يعمل ومش عارف نصعب. رئيس القرية يبقى رئيس المركز. رئيس المركز مش قادر حدوده خلصت يبلغني. وهكذا. فيما يتعلق بالنظافة أنا ما بتأخرش على أي حد في أي حاجة موضوع النظافة. عمالة بوافق. معدات جاي. أي حاجة بتقولوها أنا موافق ولكن أشوف ده على الأرض. أشوف ده باين. الناس تقول آه لا في طفرة.